دكتور سامي خوري اختصاصي بامراض الجهاز العصبي موجوده معنا اليوم. موضوعنا هو تصلب اللويحي. اهلا وسهلا فيك دكتور خوري. حضرتك كمان اختصاصي بمرض التصلب اللويحي او المالتيبل سكليروسز، يلي يعني هو نوع من نوع الامراض يلي ما كثير بنعرف عنها، وقد ما نعرف عنها اشياء بيضل في احكام خاطئه ومعتقدات خاطئه حتى عن هالنوع من الامراض لانه علاجه صعب. نعم، هذه هي السبب اللي نحن تعاملنا مع وزارة الصحة وعم نعمل حملة توعية لهذا المرض. والمرض التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي المتعدد هو مرض بيصيب الجهاز العصبي، يعني الدماغ والنخاع الشوكي، وهو بيصير فيه بسبب خطأ بجهاز المناعة. يعني جهاز المناعة بيحارب المادة البيضاء اللي بتغطي الأعصاب وبتسبب التهاب وبتسبب بتدوب هالمادة هيدي، وهذه المادة كتير مهمة للتواصل الكهربائي. يعني مثلا لما بنعطي اوردر من الدماغ انه بدي احرك ايدي، بدها تمرق بالاعصاب، وهيدي المادة بتخلي الاوردر يمرق بسرعة، الكهرباء تمرق بسرعة، واذا انتزعت بيوقف التواصل الكهربائي وبيصير ما بيقدر الواحد يحرك ايده. ريفلكس بيصير مثلا بطيء، مش الريفلكس، الاوردرز الاكشنز اللي بدنا نعملهم. فهذا المرض هو مرض مزمن، يعني ما بيروح. اوكي، يعني لما الواحد بيصاب بمرض التصلب بده يعيش معه، مثل ما واحد صار عنده سكري او صار عنده ضغط بده يضله عايش معه. بس الشيء المنيح انه صار عندنا كثير ادويه اللي بتقدر توقف تطور المرض وتسيطر عليه. ولكن ما بتلغيه؟ لا، ما بتلغيه. هذا المرض بده يعيش معه الواحد، وقادر الشخص مع العلاجات الجديدة رح نحكي عنها بعد شوي، بس قادر انه يعيش حياة طبيعية ولا يعني لايف سبان طبيعي؟ ايه، هو هذا المرض ما بيأثر العمر، يعني انه منه مرض مميت. طبعا اذا واحد صار عنده تطور المرض بسرعة شديدة او صار عنده مقعد وقعد بالتخت وما عم يقدر يتحرك، بصير عنده ريسك انه يصير عنده انفكشنز ويموت من هالناحية هيدي، بس هو المرض بحد ذاته ما بيأثر. بس النتائج هالمرض ممكن انه توصل، ممكن اذا الواحد تركها من دون ما عم يعالجها. فالمرض هيدا مثل ما قلنا انه بيصيب الشباب، يعني عمر 20 لل 40 هيدا البيك، بس طبعا في اعمار اصغر او اكبر، بس لانه بهذا الفتره من الواحد بيكون عم بيأسس حياته، عم بيخلص جامعه، عم ببلش يأسس عائله، مشان هيك كثير مهم للمجتمع ككل. يعني مشان هيك بنحب نوعي العالم انه التريتمنت، العلاج المرض باوله بيمنع تطور المرض السريع. طيب هالمرض ببين بعمر معين وكانه ما كان موجود ابدا بالسابق، او بيكون موجود جينيا او بيكون موجود وراثيا وببين بعمر معين؟ لا، هو بيظهر بوقت معين، بس هو في عنا عوامل وراثية، يعني بتخلي الواحد يصير at risk، يعني بيزيد الريسك تبعه، بس منه مثل لون العيون أو مثل الشعر. هيدا عوامل بتساعد أو بتخفف من الريسك، وهيدي بس 30% من الريسك. أوكي، باقي الريسك هو 70% من الانفايرمنت حوالينا، يعني مثلا أشياء مثل فيتامين دي، نقص بالفيتامين دي بيسبب ريسك، بيزيد الريسك. مثلا السموكينج، التدخين بيزيد الريسك تبع الاماس، ومش بس هيك، بيزيد وطأة المرض اذا واحد عم بيدخن وهو عنده المرض. وكمان في اشياء مثل فيروس بينصاب الواحد فيه، مثلا هو عم بيكبر، هو صغير، بتخلي جهاز المناعه يتغير بطريقه ما اللي هي بتزيد الريسك كمان. ما هو منه سببه فيروس، بس الفيروس بتخير جهاز المناعه. ما في اي نوع من الفاكسينز او شيء ممكن انه يكون؟ لا، هلا ما في عندنا فاكسينز، بس في ابحاث طبعا عم بتتم لنشوف كيف فينا نمنع حصول المرض. طيب لما بنقول انه سيمبتومز او يعني عوارض واضحه للمرض خاصه ببداياته، شو معقول تكون؟ هلا هي السئيل بهذا المرض انه عوارضه مشتركه مع عده عوارض اشياء ثانيه، ما في شيء سبيسيفيك للاماس، يعني ما في انه هي هذا العارض خلص معناتها اماس. عوارضه اي عارض بيصيب الجهاز العصبي، مثلا واحد من الاشياء العوارض بتصير هي تغبيش بالنظر او فقد النظر بعين وحدة، أو ازدواجية بالبصر، أو تنميل، أو ثقل بالإجر أو الإيد، أو توازن، يعني بيقدر يكون أي شيء.
نعم. رح ناخذ اتصال من سالبي. الو. الو. اهلا. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. انا عندي مرض تصلب لويحي من 16 سنه. هلا انا بسكندري بروجريسيف وعم باخذ بعض الادويه مثل الابر اللي بنعرفهم انترفيرون وشي اميران تنخف تنوطي الوايت بلاد سيلز، مضبوط؟ سو بس هلا شو في اعمل بعد؟ بمشي على الووكر وعلى الويل تشير بطلع من البيت. في طرق علاج جديد؟ عم نسمع اشياء من استراليا عملوا شيء تجربه بس اتس تيست. رح نحكي عن هالموضوع سلبي وسلامتك. دكتور خوري، مثل ما عم تقول سلبي، في كثير اشياء جديده يعني عم نسمع فيها، في اشياء يمكن اثبتت، في اشياء بعد ما اثبتت، مثل ستام سيلز او كمان علاجات ثانيه حتى بالكهرباء والى اخره. شو اللي ممكن انه يكون اثبت ولليوم شو هي العلاجات يلي انتم طارحينها او مطروحه على الجسم الطبي؟ هلا اول شيء بدنا نقوله انه اغلب العلاجات الموجوده اللي علميا عملوا اثباتات عليها هي لفتره الريلابسنج ريميتنج، يعني اول فتره بالمرض الاماس، يعني مثل المريضه اللي اتصلت هي بالفتره الثانيه من المرض اللي هي اسمها سكندري بروجريسيف، يعني اللي بيصير المرض بيتدهور شوي شوي من دون ما يكون في بوسي او ريلابسز بنسميهم. بهيدي الفترة هلا ما في كثير عنا علاجات معتمدة، وهيدي العلاجات اللي هلا عم نستعملها مش سبيسيفيك للأماس، يعني فينا نستعمل علاجات بتخفف المناعة وبتحاول تخفف هالتدهور هيدا. العلاجات الموجودة أغلبيتها هلا موجودة لأول فترة من المرض اللي هي ريلابسينج أماس، يعني أول ما يبلش المرض فينا نستعمل انترفيرون، فينا نستعمل علاجات مثل تايسابري، فينا نستعمل جيلانيا. سو في كثير أدوية موجودة هلا يلي هي الأدوية شو بتعمل؟ كلها بتشتغل على جهاز المناعة، يعني بتمنع الالتهاب أو بتخفف الالتهاب، أو كل واحد الميكانيزم تبعها شوي غير شكل، بس كلها بتشتغل على جهاز المناعة، يعني بتسيطر على عوارض المرض على الالتهاب، تمنع حدوث، ولكنه بيبقى موجود، يعني العلاج مزمن. نعم. قبل ما تحكينا سلبي، كنا عم نشوف كيف نقدر نكتشف هالمرض، شو العوارض تبعه. اكتشاف المرض والفحوصات يلي بتصير هي فحوصات بسيطه واضحه ولا معقده؟ لا ما أنا معقده، هي فحوصات سريريه، يعني الحكيم بده ياخذ من المريض شو القصه وبعدين بيعمل فحص سريري، وبعدين في بياخذوا اوقات من ميه الظهر، بياخذوا نتفه من ميه الظهر يعملوا لها اناليسيس، وفي شويه تيست كهربائي، يعني بيقدر يطلع الواحد قديش التواصل الكهربائي بالنظر او بالسمع، وطبعا الرنين المغناطيسي اللي هو بفرجينا صوره الدماغ والمخاع الشوكي، ونشوف اذا في بقع بيضاء اللي هي وبتقدر تكونوا اكيدين 100% اذا هالمشكله موجوده او مش موجوده. هلا في اغلب الاحيان بنكون اكيدين، في اوقات بيكون في بعض الحالات شويه صعبه، بينتظر الواحد بيرجع بعيد الفحوصات بعد مدي وبرجع بيتاكد مع مرور الزمن. يعني وقلنا انه مرض مزمن لانه كثير عم نشدد، لانه كثير من الاوقات في كثير ناس بيعتبروا انه مرق بمرحله وما عودته، فاذا ما بيعالجها بيتركها. كنت عم تقولي شوي قبل الهواء انه لو كان نايم هالمرض ولكنه عم يشتغل، لو كان عم يعطي عوارض، وهذا الشيء تعلمناه من الرنين المغناطيسي. لما عملنا دراسه، لما كنت بهارفرد عملنا دراسه على مرضى التصلب اللي كان بعد ما كان في تريتمنت، عم بيعملوا واحد ما عنده شيء ابدا، كل شيء طبيعي وماشي حاله، بس لما بتعملي له رنين المغناطيسي مره بالجمعه وبتشوفي شو عم بيصير، اللي عم بيصير انه الالتهاب عم بيجي كل وقت، كل الوقت عم بيجي شيء بيروح بيكبر بيصغر، يعني الالتهاب ولو جسمه ما ترجمه يعني، بس هو انت حتى لو الحكيم عم يفحصه ما عم نشوف شيء، ما في شيء ابدا، بس كله تحت الرادار، يعني ما بتشوفيهم كل هالاشياء. نعم. مشان هيك المتابعه مع الحكيم، المتابعه مع في نظام، يعني نحن بنتبعه كيف بدنا نعمل الفحوصات، امتى بدنا نعمل الرنين المغناطيسي، امتى نعمل غير فحوصات، لحتى نتاكد انه الدواء يلي عم ياخده المريض عم بيسيطر على الالتهاب. مش كل المرضى تتجاوب مع كل الادويه. في ادويه نعطيها للمريض ما بيتجاوبوا معه، بدنا ننتقل على غير دواء. في أدوية قوية وأدوية أقوى، ولا في أدوية مناسبة وأدوية غير مناسبة؟
هلا اذا بتطلعي على البورسنتاج، يعني اذا بتطلعي على كمية العالم يلي بتعملي مثلا دراسه، مثلا تدخل فيها 1000 شخص او شيء، بيكون في كذا بالمية يلي جاوبوا مع الدواء. اوكي سو ما في دواء يلي كل العالم تتجاوب معه، وبالنسبه لشخص واحد ما بيهم اي دواء اقوى ولا مش اقوى، المهم انه هو يتجاوب معه. سو اذا بس في ادويه يلي عدد اكبر من العالم ممكن يتجاوبوا معها من ادويه ثانيه. بالمالتيبل سكلوروسيس في شيء اسمه بوسي، شو يعني وليش في هالبيك وبعدين بتختفي العوارض؟ هي البوسي او ريلابس بالانجليزي، هي لما بيبين المرض على بيبين الافكت تبع الالتهاب بيبين لبرا. يعني مثلا حسب وين بتوقع هالنقطة الالتهاب بالدماغ، يمكن تكون بمنطقة ما كتير لها تأثير خارجي سو ما بينتبه للواحد، بس إذا اجت على منطقة تحريك الإيد أو منطقة تحريك الرجل أو على النظر ببين بنعرف فيها. هذا هو الفرق يعني. الفرق. فإذا هون بما أنه المكان هو دماغ وسنسلة الظهر، يعني محل ما كل الفانكشنز تبع الجسم بيتأثروا، وين رح تجي الضربة إذا فينا نقول رح تقدر تأثر على وظائف الجسم؟ هل في علاج للنتيجة؟ هلا لما يصير في بوسي ولما يصير في التهاب، حتى يمكن اوقات ما بيكون في بوسي بس بنشوف نحن نتيجه الالتهاب على الرنين المغناطيسي، فينا نعطي ادويه مثل الكورتيزون، يعني من نوع الكورتيزون، وبنخفف الالتهاب بوقتها. العلاجات اللي نحن بنتبعها عاده هي اشياء لحتى نمنع حدوث البوسي ونمنع حدوث هدول الالتهابات اللي عم تصير بالدماغ حتى اللي ما عم نشوفها. طيب قد ايه فينا نمنعهم وقد ايه بيقدر الدواء يسيطر على هالانفكشن لحتى لي ما تتطور وتوصل لمشكله؟ هي مش انفكشن، هي انفلاميشن. في فرق، يعني ما في انفكشن، ما في بكتيريا او فيروس. يعني حسب المريض، في اوقات نسيطر 100%، وهذا هو اللي نحن بنسعى له. نحن بدنا 100%، يعني لا بدنا بوسي ولا بدنا نقط تحصل على الدماغ ولا بدنا تطور بالمرض. هيدا اللي الهدف من التريتمنت تبع الام اس. سو هلا مش كل العالم نقدر نوصل لهالدرجه معهم انه 100%، بس هذا هو المطلوب. في انواع من هالمشكله، يعني في انواع فيروس او انواع من هالمرض مختلفه؟ ايه هو المرض ببلش بهدول البوسي ريلابسينج ريميتينج بسموه، يعني بيصير في عنده عوارض وبيختفي وعوارض تختفي تقريبا 80% او 85% من العالم هيك ببلش. بعد مده اذا ما عملتي علاج ابدا، اوكي تنحسب انه ما حدا عمل علاج، بعد شيء 20 سنه تقريبا 80% من هدول العالم بيصير عندهم سكندري بروجريسيف، يلي بيصيروا شوي وشوي بتسوق حالتهم من دون ما يصير في بوسي. مثل ما قلنا قبل 85% ببلشوا هيك، في 15% ببلشوا ببروجريشن، ما في عندهم بوسي، بلشوا شوي وشوي تسوق حالتهم من دون ما يصير عندهم بوسي. تختلف العلاجات حسب؟ طبعا طبعا، مثل ما قلت هلا العلاجات الموجوده اغلبيتها تارجتنج هذه الريلابسنج ريميتنج، مش البروجريسيف فيز، مع انه هلا صار في ابحاث جديده للبروجريسيف فيز. ستام سيلز شو وضع؟ لانه كثير من الناس معلقين امال انه ستام سيلز على طريقه ممكن تعالج كثير من المشاكل ومنها هالمشكله. طبعا هلا لما بنحكي بالستام سيلز او الخلايا الجذعيه، في لها امل كبير لتعالج اشياء كثيره وعده امراض، بس هلا لهلا نحن الستام سيلز منا علاج، هلا بعدنا بطور الابحاث. يعني اذا اجى حدا قال لك انه انا بدي اعالج هالمرض بالستام سيلز، مش مزبوط، ما في عنا علاج بالستام سيلز، عنا علاجات عم نبحث كيف نعملها. يعني اذا واحد بيقدر يدخل بدراسه علميه وبيعرف حاله انه فايت بدراسه وبيمضي انه نحن انا فهمت انه هيدي دراسه وما بيصير لها معنى، بيصير لها معنى، بس انه يروح يدفع مصاري ويقول انه انا بدي اتعالج، اختبار على شخص واحد ما رح يعطي نتيجه. لا، اصلا ما حيعطي نتيجه، حتى لو بده انسان يقول خليني اجرب بفيد غيري. مزبوط. اختبار على شخص واحد ما رح يعطي نتيجه، فمش وخاصه بهذا طريقة. المرض يلي له هو بيطلع وبينزل بتحس حالك منيحه وثاني يوم بتحس حالك ما منيحه، ما فيك تعرفي انه هذا
استفدت ولا ما استفدت. المراقبة لازم تكون متواصلة ليقدر يوصل لنتيجة. غير أنواع كمان من العلاجات يلي صارت يعني متبعة، العلاج بالكهرباء، العلاج بال هو في كمان طلعت من مدة الشغلة، طلعت بسيانتيفيكمون يعني أنه طلع في حكيم عمل دراسة فرجى أنه قال تفتيح الأوردة بالرقبة بتفيد. أوكي، وهيدي كانت دراسة صغيرة، كثير صار في عليها ضجه والعالم كثير تحمست على هالشغله لانه ناطرة اي علاج يعني، ولانه هيدا علاج مثل عم تقولي عم لكم مرض مزمن وفجاه بتقولي له انه في شيء بيخليه يروح. طبعا هلا الدراسات اللي انعملت من بعد هيدي وحتى دراسات عندنا بالجامعه الامريكيه، مركز الجامعه الامريكيه، فرجت انه ما في له اي اثبات انه هيدا بتفيد الام اس، ولا انه حتى في فرق بين الاورده المسكره بالام اس واللي منه معه الام اس. بس بعد العالم بتفكر انه هذا الشيء علاج مهم. نرجع على الوقايه، شو ممكن تكون فأذن الوقايه؟ هلا اي شخص مثل ما قلنا نحن انه في 70% من العوامل هي بيئيه، يعني شيء بالبيئه نحن فينا نعمل كنترول عليه. الاشياء اللي فينا نعمل كنترول عليها هي الفيتامين دي، يعني اللي الفيتامين دي لازم يكون على حد معين، اذا كان واطي بيزيد نسبة الالتهابات، مش بس بالأمس بيزيد عدة أنواع الالتهابات. بس بالفيتامين دي بالتحديد في أكثر من حديث بالمجتمع اللبناني إنه نحن نقصنا فيتامين دي ولازم يكون عنا يعني سبليمنت، بس كمان في كتير بيقولوا إنه لا نحن ببلد الشمس وقاعدين كل الوقت بالشمس فنحن على الأرجح مش بحاجة لفيتامين دي. أوكي، هو هذا هو الفيتامين دي أغلب وين بيجي؟ بيجي من تعرض الجسم للشمس. ومشان هيك هذا شيء عجيب إنه نحن عنا بلبنان واطي كثير الفيتامين، كل ما افحص حدا بيطلع واطي. في عندنا شيء جيناتيك يعني بالجينز تبعولنا عم بيمنع انه نعمل فيتامين دي، وهذا الشيء عم نعمل ابحاث عليه. الشمس تقدر تتحول، نعم عم نعمل يعني ابحاث عليها تنشوف شو هي هالجينات اللي عم بتسبب هالشيء هيدا. بس مع ذلك لازم ناخذ فيتامين دي لحتى نعلي المستوى الفيتامين دي، لانه هذا في شيء وي كان كنترول يعني منه صعب. ومنه صعب، هيدي اول وحده. ثاني وحده هي التدخين. في دراسات انعملت فرجت انه التدخين اللي بيدخن عنده ريسك اكثر، ما معناتها انه كل واحد بيدخن رح يصير عنده ام اس، بس واحد من الريسك. ليش؟ اذا في شيء نحن فينا نعمل له كنترول لازم نعمل له كنترول. سو التدخين بيزيد الريسك، وبذات الوقت اذا واحد عنده ام اس بيزيد وطئة المرض، يعني بيصير المرض اقوى اذا بيدخن. سو هذا الشيء بيقدر يحارب العلاج التدخين. اكيد بيحارب العلاج. اكيد. سو هذا الشيء بيقدر الواحد يسيطر عليه، التدخين والفيتامين دي. في اشياء اللي بتحصل بالبيئه مثل الفيروس مثلا بيصيب الواحد هو عم يكبر بفتره الطفوله او بالمراهقه بتزيد الريسك. اوكي، هذه واحد من الفيروس هو اسمه اي بي في. هذا اكثر واحد يعني بنحسه انه عنده ريسك للاماس، بس ما معناتها ما عنده فاكسينز. سو هيدي شيء وحده من الاشياء اللي عم نشتغل عليها بالابحاث انه نعمل فاكسين للاي بي في تنمنع الريسك منه. بس ما يمكن اي فيروس ثاني اللي هو بينصاب فيه الواحد بيغير جهاز المناعه وبيسبب المرض. كل التريتمنتس الموجوده هلا عالميا هي موجوده بلبنان؟ هلا الموجود بلبنان كل الادويه لحد اللي هلا انقبلوا جديد، اللي فيه دوايين هلا جديد طلعوا، هن واحد اسمه تكفيديرا وواحد اسمه اوباجيو، اثنيناتهم هدول هلا عملوا لهم ابروفل بامريكا بعد ما وصلوا على لبنان. والمنتظر انه بعد شي سنه بيكونوا موجودين. على امل الشفاء للجميع. دكتور سميه خوري، اهلا وسهلا فيك، اختصاصي بامراض الجهاز العصبي وبتصلب اللوحه. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا وقفه هلا ونرجع نتابع برنامجنا، خليكم معنا. We'll be right back.